مساء الخير. النهاردة معانا فيديو جديد في اللانجوج نوتس، اللي هي الكلمات والفرق في المعنى بتاعها وكده. النهاردة ناخد اللانجوج نوتس بتاعت يونيت 4، وزي ما انا بقول كل مرة دي من كتاب بيت باي بيت. معرفش ان كانت شاملة المنهج بتاعنا كله ولا لا، بس لو عند حد ملخبط في اي كلمة في اي حتة يسألني وافهمه الفرق ما بينهم. عشان ما نطولش ونبدأ على طول، معانا النهاردة أول لانجوج نوت اسمها جيت. جيت دي في الإنجليزي ليها معاني كتير، تمام؟ إحنا عندنا حوالي 3 أو 4 معاني في اليونت دي، هنفرق ما بينهم مع بعض. أول معنى جيت بتساوي ريسيف، تمام؟ يعني يستلم، ماشي؟ receive يستلم. طيب مثال كده، I got an email from the company. أنا جالي أو استلمت email من الشركة، يبقى got بمعنى receive، تقريبا ده المعنى الأصلي بتاعها أو الـ more common. طيب مثال كمان، I got your idea. أنا فهمتك. I got your idea معناها أنا فهمتك، تمام؟ أو وصلت لي فكرتك، خلاص؟ بمعنى يستلم أو توصل له الحاجة. طيب معنى تاني لجيت بتساوي، احنا هنمسح كده كتير، جت بتساوي باي، باي يشتري، تمام؟ جت بتساوي باي. طب يلا نقول أمثلة. I got this shirt. got ده الماضي طبعا، وانا عشان بس الممثلة في الماضي فانا بستعملها، مش مشكلة لازم تبقى got يعني. on sale، في التخفيض. I got this shirt on sale. أنا اشتريته في التخفيض. طيب مثال كمان، we got a new TV. هي طبعا قواعد we have got a new، ملكوش دعوة بالقاعدة دلوقتي، أنا بتكلم على get a new TV last week. عندنا او جبنا او اشترينا نيو تي في لاست ويك، حلو كده. بعد كده جيت بتساوي arrive. انا مش هكتب تاني، هكتب مش همسح تاني، سوري. جيت بتساوي arrive يعني يصل، تمام؟ طيب مثال كده عشان نفهم، when I got to the station. حد فاكره المثال ده كان في وحدة ايه؟ the train had already left، تمام؟ اللي هو when مع ماضي بسيط وماضي تام. حد فاكر اي حاجة؟ صباح الفل. بيقول لك لما وصلت، I got to the station. لما arrived at the station got to، تمام؟ يعني وصلت إلى بمعنى arrive. طب مثال كمان، I am on my way. أنا في السكة. I will get there in a minute. انا في السك، انا جاي لك في السك، هوصل هناك في خلاص قدامي دقايق واوصل، او ان امنت، تمام؟ هي ان امنت معناها بسرعه، اوكي؟ فانا هوصل. جيت هنا بمعنى ارايف. يبقى خدنا لغايه دلوقتي جيت بمعنى ارايف، جيت بمعنى باي، جيت بمعنى ريسيف او يستلم الحاجه او توصل له الحاجه، تمام؟
في معاني تانية عندنا. آخر معنى الجد عندنا جد بتساوي become يصبح. يعني ايه مثال كده؟ هو واحد it is getting dark we should leave. نعم، يعني بيقول لك الدنيا بره ظلمت اصبحت dark. واخدين بالنا؟ get بمعنى become، يعني ممكن اقول it is becoming dark بره، بتضلم. تمام، زيها مثلا ممكن اقول the weather is getting hot او the weather got already got hot مثلا، اي حاجه من دي بمعنى اصبح مظلم، اصبح ده وحر، اصبح اي حاجه. يبقى get عندنا معنى اصبح، بمعنى buy، بمعنى arrive، بمعنى receive. تمام، طيب language note معانا غير got. Look forward to. يتطلع إلى. بيجي معاها verb ذات ing أو noun أو اسم. تمام؟ بمعنى يتطلع إلى. طيب تعال نشوف الأمثلة. He is looking forward to this trip. هو متشوق إلى أو يتطلع إلى أو مستني هذه الرحلة. خلاص اسمه ماشي. طيب مثال كمان. He is looking forward to، بنفس المعنى، he is looking forward to traveling abroad. abroad كانت معانا في language notes المرة اللي فاتت من وحدتين يمكن. المهم هنا verb زائد ing، هو بيتطلع إلى السفر للخارج. تمام، مثال كمان. I am looking forward to seeing you again. مستنى اشوفك المرة الجاية. seeing you. تمام، verb زائد ing بمعنى يتطلع إلى. طيب النوت اللي بعد كده معانا كلمة train. train يعني يتدرب. أحب أقول في الوقت الضايع ده وأشكر كل الناس اللي بتشجعني واللي بتبعت لي، وأقول ولو يعني فعلا مستفيدين ما تنسوش إن أنتوا تشتركوا وتشغلوا الجرس اللي بيجي جنب الاشتراك ده عشان أي حاجة جديدة تنزل توصل لكم على طول. ولو انتم مستفيدين برضو اتمنى تدوا الفيديو او تشيروا الفيديو لاصحابكم، او لو في اي جروب في كل بتوع ثانوي برضو تبعتوا لهم، يعني عشان غيركم يستفيد زي كده وعلشان تشجعوني انا اكمل اكتر. النوت اللي بعد كده اسمها ترين، يعني يتدرب او يدرب حد. تمام، ينفع كده وتعمل ينفع كده. برضو بيجي معاها كذا حرف جر زي ايه؟ train in. train in بيجي معاها مجال او تخصص. يعني ايه؟ يعني بيتدرب عشان يكون متخصص في حاجة معينة. خلاص، تعال نشوف مثال كده. all staff member will be trained in computer skills.
يعني ايه كل اعضاء ال سوري هو الستاف يعني ايه يعني اعضاء فريق العمل او الناس اللي شغاله يعني will be trained in computer skills، هيدربوهم على الكمبيوتر سكيلز، يبقى trained in. طبعا will be trained دي مبنيه للمجهول لان هم ناس بتدربهم، تمام؟ trained in وبعديها مجال او تخصص، خلاص. طيب train اللي بعدها train as. train as دي معناها يتدرب عشان يصبح حاجة، تمام؟ بيجي بعدها وظيفة، المثال هيوضحها قوي قوي دي. I was trained as a pharmacist. أنا شخصيا I was trained as a pharmacist، يعني أنا اتدربت علشان أصبح صيدلي، تمام؟ طبعا مش التدريب، مش يعني تدريب يشمل إن أنا بيعلموني والكلية وكل ده، مهم إنك trained as a pharmacist، تمام؟ مثال تاني she is training، ده trained لأن مبني المجهول. She is training as a teacher. هنا هي اللي بتتعلم، خلاص؟ هي بتتعلم أو بتتدرب كمدرسة، خلاص؟ يبقى as يتدرب كوظيفة علشان يطلع حاجة، خلاص؟ بيجي بعدها وظيفة. طيب train اللي بعد كده train for. train for بعدها اسم، يعني ايه؟ نقول الأمثلة عشان نفهم. the team is training for the match. الفريق بيتدرب علشان الماتش، يعني يتدرب من أجل، تمام؟ يبقى التيم بيتدرب عشان الماتش. طب مثال كمان he is training for his interview. هو بيتدرب علشان الانترفيو بتاعه، بيدرب نفسه قبل ما يروح الانترفيو، خلاص. training for يتدرب على او يتدرب على حاجة من اجل، طبعا سوري يتدرب من اجل. طيب اخر نوت او اخر اتنين نوت على train، يا طولت معلش بس مش هتلاقوا حاجة جديدة. لو verb to be زائد trained to وبعدها مصدر. طيب فاكرين المثال بتاع he is trained as a pharmacist، نكتبه هنا عشان خاطر اوريكم الفرق. he is trained I was trained as a pharmacist. ماشي؟ لو قلت he is a was نخلينا زي ما trained to be a pharmacist، يعني المعنى اتنين دول معنى واحد. اللي فوق بيقول لك هو اتدرب كصيدلي، واللي تحت بيقول لك هو اتدرب لكي يصبح
صيدل. تمام. train the to والمصدر يدرب لكي ومصدر الفعل. تمام. طب يلا نشوف كده مثال غير ده. he is trained to teach. يدرب لكي يدرس. هو اتدرب عشان يدرس. teach اللي هي كانت هناك المثال بتاعها بتقول she was trained أو she is training أيا كان as a teacher. خدين بالنا as a teacher يعني ك وبعدها وظيفة. to teach يعني لكي يدرس بعدها فعل في المصدر. اوكي تمام. طيب تبع train برضو فاضل نوت أخيرة خالص. train someone to والمصدر. train someone زائد to زائد المصدر. طبعا train someone يعني ممكن تشيل someone وتكتب اسم وتكتب هيت براحتك. مثال my brother trained me to ride a bike. دربني عشان اسوق عجلة. trained me to والمصدر. طيب يلا نفتكر مثال الفارماسيست. انا قلت ازاي he was trained as a pharmacist او قلت he was trained to be a pharmacist. حلو. طب لو عايز استعمل دي بقى مين اللي دربه؟ احنا قلنا ده مبني المجهول. كل شوية بقول مبني المجهول عشان انا ما اهتمتش باللي درب. لو قلنا مثلا the professor اللي هو دكتور الجامعة trained him to be a pharmacist. يبقى هنا لو جبت الفعل هو درب ده ماضي مش مبني للمجهول ماضي عادي جدا. دربه لكي يصبح صيدلي. brother trained me لكي أقود الدراجة. خلاص وضحت. يبقى train فلان لكي هو المصدر. خلاص كتير حاجات في train بس يعني لو سمعناهم مرتين مع شوية حل عليهم في أي ملخص هتبقى الدنيا أفضل وهتلاقوا نفسكم مش محتاجين تتحفظوا هتفهموا الدنيا بتبقى ماشية ازاي. المبني للمجهول يعني مفهوش فاعل. اللي مش مبني للمجهول يبقى هو الفاعل وهكذا. عشان ما نطولش زيادة عن كده النوت اللي بعدها دي سايد. دي سايد معناها يقرر. طيب في بيجي بعدها حاجات زي ايه؟ زي تو والمصدر. مثال I decided to teach English. بعد ما انا ليا ربع ساعة مسحول في صيدلة بقيت قررت اني ادرس English. طيب they decided يعني اخوانا decided معظم الوقت هتلاقوها في الماضي لانها معناها قرر. تمام يعني اغلب المواضيع بتبقى اتقررت وخلصت بس دي مش قاعدة يعني ده ملحوظة كده. to go on a trip هم قرروا ان هم هيروحوا في المصدر هيروحوا رحلة.
جو اون اتريب دي على بعضها بمعنى يطلع رحله خلاص. طيب لو قلنا decide on decide on بمعنى يختار، جديدة دي شوية، decide on معناها يختار مش يقرر، تمام؟ بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها noun او verb زائد ing. طب تعالى نشوف مثال بمعنى يختار. We decided on a name for the new baby. احنا اخترنا اسم للمولود الجديد. Decide on بمعنى يختار. طيب مثال تاني. We should decide on what we want to be. اللي هو السؤال العجيب اللي الناس كلها بتسأله، نفسك تطلع ايه؟ قال لك احنا لازم نقرر او نختار. decide on نختار احنا عاوزين نطلع ايه خلاص. يبقى decide on معناها يختار، ودي تستخدم لو لقيت المثال معناه ان هم اختاروا حاجة من وسط حاجات كتيرة يبقى decided on. اوكي decide حاجة تاني، ودي اخر حاجة معانا في الوحدة دي. decide that بيجي بعدها جملة، ده الاختلاف ما بينها وما بين decide to، ان decide to بعدها مصدر، decide that بعدها جملة. تعال نشوف المثال بتاعي انا اللي هو I decided to teach English. اوكي ده عايز اقول decided that، اقول I decided that، بيجي بعد that ايه؟ جملة، يعني فاعل وفعل I will teach. اقرا كده I decided that I will teach، انا قررت وبعدها جملة انا هعلم خلاص. طيب مثال كمان. He decided that جملة he is going to visit أي حد، جملة he is going to visit هو قرر إنه هيزور. وعادة الجملة دي هتبقى في المستقبل. ليه؟ ببساطة لو فاهمين المعنى، هو قرر في الماضي انه هيعمل حاجة في المستقبل خلاص. هيعمل is going to will خلاص. He decided that he wants، هي مش مستقبل عشان بقول لكم ما نحفظش قواعد، he wants to be a doctor تمام. He decided that he wants to be a doctor. اوكي معناها هو قرر انه هيصبح او ان هو عاوز يصبح دكتور خلاص. دي كانت اخر حاجه معانا في اليونت دي، اتمنى تبقى سهله ظريفه كده ومفهومه. مش هفكركم، اللي عايز اي حاجه يبعث لي او يسيب لي كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. وما تنسوش تشاركوني وتفضلوا تسبورت مي زي ما انتم شغالين كده بالكومنتس وبالمسجات الجميله اللي بتبعتوها لي. ميرسي جدا وربنا معاكم.